تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن إعادة افتتاح باب استقدام العمالة المنزلية بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، وفق إجراءات احترازية لضمان الحفاظ على صحة الأسر البحرينية والمقيمة.